السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه الخامسه الاعدادي في درسنا الثاني من الوحده الاولى. الحديث النبوي الشريف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. هذا الحديث النبوي الشريف في أم يبين كيف نأمر بالمعروف وكيف ننهى عن المنكر وكيف درجات هذا الأمر يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام ننتقل عزيز الطالب إلى المعنى العام أن في كل مجتمع نوعان من الناس عاقل رشيد تصدر أعماله النافعة عن دين وعلم وتجربة ومقصر هنالك في المجتمع عاقل ومقصر العاقل الرشيد تصدر أعماله عن دين وعلم وتجربه والمقصر يقع في الزلل فيضر الاخرين اما جهلا واما استخفافا واما سوء ادب فاذا ترك المقصر فبغير نصح او ارشاد اساء الى نفسه والى المجتمع واذا وجد الناصح الامين الذي يعلمه يعلم الجاهل ويرشد المقصر تحقق بذلك سلامته وسلامه المجتمع فكم من نفس تنبهت بعده غفلة فأقلعت عن المعاصي وكم من قلب استنار بالنصيحة بعد ظلمتي إذا أهمل العقلاء النصح والإرشاد تمادى الجهلاء والمفسدون في غيهم وكثرت المفاسد والشرور وانتشر البغي والظلم وأهملت الفضائل واستبد الحكام وعمت الفتن ولا يقتصر الضر على المفسدين بل يشملهم وغيرهم لان الخير اخص والشر اعم قال تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه اذا عزيزي الطالب من الضروري ان نتجنب تماما كل ما يضر بالمجتمع وعلينا ان نرشد ونبين الأمور الخاطئة للناس ذلك بأساليب حكيمة مرة بذكرى بآية بقول نبوي بمرويات عن آل بيت رسول الله وعن أصحاب رسول الله الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين حتى يتنبه الغافل ويصلح المفسد ما أفسده لعل له قلب سليم لكن مغريات الحياة كثيرة فبالنصح نصلح نصلح المجتمع عزيز الطالب في النقطه التي الاخرى التي اكد عليها الحديث النبوي الشريف وهو خطاب لجميع الامه خطاب لجميع الامه ذلك بان اذا راى احدا منا بعينه منكرا او علم به فان من مقتضيات الايمان القوي توجب عليه ازاله ذلك المنكر بيده كيف ذلك يا اما لسلطه يملكها او حكم او جاه يساعده في ذلك فهذه الامور تساعدنا في اصلاح مجتمعنا فعلى كل من كانت له سلطه حكم او جاه او ما يساعده في ذلك ويقوي إذا رأى منكرا أن ينهى عن ذلك قلنا أساس الإسلام الحكمة أساس الإسلام والدعوة إلى الإسلام ومعالجة الأمور بالحكمة لأن الحكمة تؤدي إلى المعالجة الصحيحة والسليمة لأنها تصدر عن قناعة والإسلام أكد لنا بأن الذي لا يستطيع تغيير هذه الـ 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 هذا الأمر قد يقع أمر امامك لكنك لا تستطيع انكار هذا المنكر يا اما لضرر قد يلحقك اما انك ضعيف في يعني في ذاك الموقف سيلحقك اذى بان يعني باي نوع من انواع الاذى فذكر نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام فان لم تستطع تغييره بيده خشيه وقوع ضرر واذى رفض المنكر وسعى إلى تغييره بلسانه بأن يقول لفاعله أنه منكر وأن عليه أن يقلع أن يقلع عنه ويأخذ بتوبيخه وتذكيره بالله وأن الله شديد العقاب مرة باللين ومرة بالشدة ويستدل بما يؤكد كلامه من أدلة شرعية يذكر له المنكر يقول له أن هذا المنكر لا يجوز ويوبخه ويذكر له الادله الشرعيه على عدم جواز هذا الامر. فنحن مامورون باطاعه الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فان ضعفت روح الدين وفشت المنكرات في اي مجال فلينكر المنكر بقلبه بان يكرهه وذلك ويكره الذي يصدر منه الفعل. لا يكره الانسان لذاته انما يكره فعله الذي صدر عنه ويتوجه الى الله بالاستغفار من هو يعزم ان لو يقدر عليه بقول او فعل لازاله يعني بد للانسان الذي ينكر المنكر بقلبه ان يكره ذلك من صميم قلبه وان يكره الفعل الذي صدر من الانسان وان تكون له نيه على ازالته لو كان قادرا بيده وثم بلسانهم ولأنه يجب كراهة المعصية فالراضي بها شريك لفاعلها يعني كل إنسان رضي بمنكر أمامه فهو نفس درجة الفاعل من تشبه بقوم كان منهم ليس كذلك فالراضي بها شريك لفاعلها وهذا الإنكار يسمى الإنكار القلبي وهو أضعف الإيمان وأقله ثمرة فإن من شأن المسلم أن يكون قوية إيمان ويقول الحق أينما كان ولا يخاف في الله لومة لا وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وإذا الإنكار دليل على ضعف الإيمان فإن عدم عدم الإنكار القلب للمنكر دليل على موت الإيمان وذهابه وإن وإذا ساد المنكر في المجتمع ولم يجد من يردعه او يوقفه حينها لن يتقبل الله تعالى من الناس دعاء ويوشك ان يعمهم الله سبحانه وتعالى بعذاب. اذا عزيزي الطالب من الضروري انكار المنكر باللسان باليد او اللسان ثم اضعف مراحل التغيير هي القلب، الاقرار بالقلب أن هذا منكرا لا يقبله الله وتتمنى أن تستطيع أن تغيره لو أتيحت لك الفرصة وذلك انتبه عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة أن ذلك أضعف هذه المراحل وأدعو عزيزي الطالب وعزيزة الطالبة إلى تغيير المنكر دائما بالحكمة واللين والأسلوب الهادئ اللين ال الذي أمرنا به رب العالمين فقال فاذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى والسيرة النبوية واضحة بأدلتها الكافية على حكمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدعوة وفي تغيير المنكر إذا أبرز ما يرشد إليه الحديث النبوي الشريف في هذا الم... الموضوع عزيز الطالب أولها ان هذا الحديث من دعائم الاسلام لانه يلقي مسؤوليه اصلاح المجتمع على كل فرد ويحمله مسؤوليه العمل على تنظيف مجتمعه من المفاسد والرذائل وازالتها بالوسيله الممكنه وحثه على بناء المجتمع السليم دعوه الاسلام الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انما هي دعوه الى الاصلاح ونهي عن الافساد لتنظيم حياه المجتمع وليطمئن كل على نفسه وماله وعرضه وكرامته، وفي هذا تحقيق للاخوه، وتوثيق للرابطه القويه بين ابناء المجتمع، وتوجيههم الى غايه واحده وهدف واحد، وتجنبهم الفرقه واختلاف الاهواء والنزاعات. ثالثا، اذا كان لفريضه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الاثار البعيده المدى في حياه الامه فان لاهمالها والاستهانه بها اثار عكسيه من الاستخفاف بالدين والتنكير للعقائد او الاستهتار بالاخلاق والتهوين من شان الفضائل والخروج عن العرف الصالح والابتعاد من العادات الحسنه حينها سيعم العذاب للجميع. يعم العذاب للجميع اذا لم نأمر بمعروف ونهينا عن منكر. نلقاكم في درس قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته